يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجيب على من يقول إن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما لا يمنع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذلك لأن عمر يريد أن يعلمهم جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل؟ هذا كلام جاهل، ولا ضال يريد أن يضلل الناس؟ هذا كلام جاهل ولا كلام ضال يريد أن يضلل الناس؟ كلام عمر واضح ما فيه التواء، نعم، أنه يقصد الدعاء من العباس. نعم، لو كان طلب الدعاء من الرسول بعد موته جائزا لما عدل عمر عنه، لأن الرسول أفضل من العباس وأقرب للإجابة من العباس، فكونه عدل عن الفاضل إلى المفضول دليل على أنه لا يطلب من الرسول بعد موته دعاء ولا غيره. هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، أما فقه هؤلاء الحثالة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه لينصروا مذاهبهم الباطلة فلا عبرة به. نعم.